كيف ترى المواجهة الكبيرة اللي هتجمع المنتخبين الكبيرين مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس؟ أنتم تعلمون أننا نحن في الكاميرون نحترم مصر كثيرا، بالإضافة أن نحن نعترف بأن مصر لديها أفضل لاعبين في أفريقيا الآن. إذن الكثير من الاحترام للفريق المصري وخاصة محمد صلاح. تصريحات مبادئ أن وأعتقد أيضا أن الكاميرون لا تخاف من الفريق المصري ولا تخشاه، لأننا في 2017 استطعنا تحقيق نتيجة جيدة، ومنذ عام 2017 حتى الآن أعتقد أن أداءنا تطور، وأعتقد أننا الند بالند لمصر الآن، وسوف تكون مباراة رائعة.